شوف ماتشات النهارده ايه؟ وحشه ايه يا عم؟ ماتش اليابان كان لطيف جدا، الماتش التاني ما عجبكش؟ كنت عايز اكتر من كده؟ لا كنت عايز مستوى، يعني كنت عايز كوريا بالمستوى اللي ظهرت عليه في اخر ماتش في دور المجموعات والتألق. انت بتتكلم بجد؟ انا فاكرك بتتكلم. لا والله فعلا كوريا ما كانتش موجوده، الشوط التاني وقفت على رجلها شويه، بس الماتش في المجمل الماتش قلب كمان لكوريا الجنوبيه في الشوط الثاني، وقفت على رجلها لان البرازيل بدات تلعب بفرديه اكتر، وبدات كل واحد عايز خلاص يزيد غله الاهداف لصالحه. بقينا بنشوف ريتشارلسون بيروح لوحده بشكل كامل ما بيرضاش يبصيها، بقينا بنشوف فينيسيوس جونيور نفس القصه. فالبرازيل بدات تلعب فردي اكتر من الشوط الاول، فكوريا قدرت تنظم صفوفها. يعني انت شايف ان ماتش البرازيل وكوريا مش حلو خالص يا خالد؟ ما ينفعش تقول الكلام ده والله. دي يعني ما ينفعش، المتعه اللي انت شفتها دي والاهداف اللي انت شفتها بالحلاوه دي ماتش والوصول للمرمى للفرقتين، ماتش ما هو حلو. انت كنت متوقع كوريا مثلا ان هي تقف قدام البرازيل بشكل ما زي اليابان ما وقفت زي ما بس هنا اقف عند الادوار نفسها وشكل الادوار، يعني شكل الأدوار. دور التمهيدي غير الدور ده قبلها على طول وتجهيز، معلش حتى لو قبلها قبل الفرق بتختلف من دور لدور. احنا ايوه ماشي، متفق قبلها على طول اليابان قدام كرواتيا. اليابان واقفة وأحسن وهي اللي متقدمة وهي اللي مسيطرة، والشوط الأول كان ممكن يخلص بفرق أكتر من هدف كمان. الشوط الثاني الخبرات لعبت دور شوية، بس اليابان فضلت موجودة. حارس مرمى اليابان صادت كتير جدا من كرواتيا، وحارس مرمى كرواتيا صادت بانلتي. صحيح الماتش رايح راجع والدنيا لطيفة جدا. كوريا كنت متوقع إن هي تبقى واقفة، بس أنا امبارح وأنا بتكلم قلت الماتش اللي هو فيه صعوبة على الفرقتين هو ماتش كرواتيا واليابان. لكن ماتش البرازيل كلنا عندنا توقع كبير ان البرازيل بامكانياتها ولعبتها اللي موجوده دي هيبقى الفرق بالنسبه لها، عمرها ما هتبقى الكوريا. كوريا ممكن تعصلك شويه. ايوه ده اللي كنت براهن عليه بقى، مش براهن ان هي تكسب ولا تعمل حاجه. الهدف جاي بدري، تعصلك بس جاي بدري. ما هو العصلجه جت في الشوط الثاني، يعني العصلجه جت بعد الاربعه ما فيش جول خامس بقى عشان ما تعملناش فضيحه ونروح ببلدنا حلوين.